المفاوضات ما خدتش وقت. بمجرد ما الباشمهندس علي العباسي رئيس مجلس اداره غزل المحله كلمني، انا رحبت على طول، لان نادي غزل المحله بالنسبه لي قيمه كبيره جدا. شعب المحله ده بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا، انا بحبها، فبحس ان انا جاي بيتي. فبالتالي ما خدتش معانا مفاوضات، ما خدتش وقت، واتفقنا على كل شيء باسرع ما يمكن، لان ما كانش في خلاف اصلا عندنا بيننا وبين في اي حاجه، وكل الامور مشت بمنتهى السهوله، بدليل ان احنا في ظرف 48 ساعة احنا موجودين في غزل المحله. الماتش يوم الجمعه اللي جايه، عندنا ماتشات ورا بعض، فبالتالي انا المفروض بعمل فتره اعداد. فتره الاعداد دي بيتخللها مباريات وديه، فالرابطه استغلينا انها هتبقى مباراه وديه رسميه، هنعمل فيها اقصى ما يمكن عمله. انا اجتمع مع الفرقه بحيث ان احنا نجهز اللعيبه كلها بدنيا وفنيا، لان في لعيبه كتير بقى لها فتره ما بتشاركش، في لعيبه موجوده، عشان نقف على القوام الرئيسي لفرقه الغزل، نشوف احتياجاتنا ايه خلال المرحله اللي جايه، النواقص اللي احنا محتاجين ايه عشان نستخدمها، وان شاء الله بحيث ان احنا نصل لمباراة الدوري واحنا في افضل صورة وفي كامل جاهزيتنا، ومستقرين على العناصر اللي هتمثلنا ان شاء الله في بطولة الدوري ان شاء الله. بطولة كويسة جدا، وبطولة مستحدثة، بطولة حلوة، اللقاءات فيها قوية ومتميزة، وان شاء الله باذن الله يكون لنا نصيب في المنافسه ان شاء الله في المجموعه، وان احنا نحاول بقدر الامكان ناخد مكانه كويسه، وان ان شاء الله باذن الله يكون كاس الرابطه في يوم من الايام تكون بطوله لغزل المحله، وان ان شاء الله باذن الله غزل المحله يرجع الفتره اللي جايه في امجاده بمجموعه اللعيبه المحترم اللي موجوده، بمجلس الاداره المحترم، بشعب المحله العظيم العاشق لكره القدم. بنتمنى ان شاء الله دايما نكون المحله في افضل وفي احسن صوره، لان ده اقل حاجه تتقدم لنادي غزل المحله. والله الموضوع ما استغرقش وقت، لانه كابتن عبد الحميد اساسا مش بعيد عننا، هو احنا بنعتبره واحد من الاولاد، وكان من فتره كان هيبقى ابن من ابناء، من ايام ما كان لاعب ثم بقى مدير فني، ويمكن قال الكلام ده في مؤتمر الصحفي ان جه الوقت اللي هو يدي بقى في الغزل المحله، ما عرفش يدي ايام ما كان لاعب. فرصه ان شاء الله ان هو يدينا شغله وهو مدير فني. الموضوع ما استغرقش وقت كبير في المفاوضات. الكابتن عبد الحميد دارس ومتابع نادي غزل المحله، عارف طموحات مجلس الاداره رايحه على فين، فما تعبناش في يعني الكلام، مجرد ما اتكلمنا احنا بس كل الحكايه ان احنا مين الجهاز الفني. طبعا اتبسطنا جدا لما عرفنا الاسماء كمان اللي موجوده مع الكابتن عبد الحميد، كلهم قامات محترمه جدا في مجال التدريب، وحاجة مطمئنة جدا، وإن شاء الله مبشرة النادي غزل المحلة والجماهيره، إن شاء الله الفترة الجاية احنا رايحين في مكان تاني إن شاء الله. الحمد لله النهاردة إن احنا موجودين في غزل المحلة ووسط جماهير غزل المحلة. أنا كمان لعبت في البلدية فترة طويلة جدا، فعارف المحلة كويس وعارف جماهير المحلة. نتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر نعمل لهم حاجة. لا إن أنا أرفض في نادي الزمالك ده بيتي طبعا، لكن في بعض الحاجات كده كان في لجنة فنية، وأنا كنت حابب إن أنا أكون متواجد في الملعب، مش حابب إن أنا أكون في اللجنة الفنية يعني. لكن إن أنا متواجد النهاردة في غزل المحلة ده شيء يفرحني جدا، شيء كبير بالنسبة لنا كنا كجهاز، إن احنا نشتغل وسط فرقة عندها جماهير كبيرة محبة لغزل المحلة ومحبة للكرة المصرية ومحبة كمان الأداء الكويس، إن أنت تكسب بأداء كويس. فنتمنى من الله إن احنا نقدر نروح في الجدول بترتيب كويس إن شاء الله. طبعًا نادي غزل المحلة نادي كبير ونادي جماهيري، وأنا بعشق الشغل في الأندية الجماهيرية. وكابتن عبد الحميد بسوني ده اخويا وصاحبي، وبيننا علاقه عشره عمر طويله جدا، فما كنتش ينفع ان نادي غزل المحله يكلمك او كابتن عبد الحميد يكلمك وفي الاخر يعني يبقى في اي كلام يعني. وبامانه شديده جدا المهندس علي تقريبا كل اللي احنا طلبناه او اللي الطلب يعني، الراجل وفر كل حاجه عشان يكون الجهاز الفني ده موجود. فانا بشكر مجلس اداره غزل المحله وبشكر كابتن عبد الحميد بسوني على الثقه الكبيره اللي ادوها الواحد لتجربه جديده مع نادي جماهيري كبير زي نادي غزل المحله.